بينما تقترب الحرب في غزة من دخول عامها الثاني، تقرع طبول حرب أخرى شمالاً لن تكون أخف وطأة، مع زيادة التهديدات الإسرائيلية بحتمية تصعيد وتيرة القتال مع حزب الله وسط تضاؤل فرص التسوية. رغم معارضته لتوسيع العملية العسكرية مع حزب الله، فإن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت نقل إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي أن فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان باتت تتلاشى. جالانت أكد خلال الاتصال أن إسرائيل ملتزمة بإخراج حزب الله من جنوب لبنان وإعادة السكان إلى منازلهم، مع احتمالات أن تتوسع الأهداف الاستيطانية لتشمل الجنوب اللبناني، إذ يرى جالانت أن حزب الله ما يزال يربط نفسه بحركة حماس. التأهب الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية بلغ ذروته وارتسمت أهدافه على ما يبدو، إذ قال قائد لواء الشمال بالجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني من الحدود. في خضم ذلك، أعلنت وزارتا الأمن والجيش في إسرائيل الانتهاء من إعادة تجهيز ما يقرب من 100 فرقة احتياطية في المستوطنات الحدودية الشمالية بمعدات قتالية وإنقاذية ومعدات وقائية، فضلاً عن توزيع 9000 قطعة سلاح. في المقابل، حذر حزب الله من أن الحرب الشاملة التي قد تشنها إسرائيل بهدف إعادة 100,000 نازح إلى منازلهم بالقرب من الحدود اللبنانية ستؤدي بدلاً من ذلك إلى نزوح مئات الآلاف الآخرين.